والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وأنه، أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي أنه محرم وفيه وعيد، ولكن لا يصل إلى حد الكفر وهو الخروج من الملة، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يشرك بالله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، فإنه إذا حصل منه ذنب دون الشرك ودون الكفر فإنه ينقسم إلى قسمين: إما كبائر وإما صغائر. وعلى كل، فالكبيرة والصغيرة دون الشرك لا تقتضي الكفر المخرج من الملة، قد تسمى كفرا أصغر، أما أنها تخرج من الملة فهذا إنما يكون عند الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. هذا مذهب الخوارج الغلاة، وهو مذهب باطل، ولذلك كفرون أهل السنة ويقاتلونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على هذا المذهب الخبيث، المذهب الباطل. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون كما سبق: المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة، تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وقابلهم المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، أما دام أنه مصدق بقلبه والعمل لا يدخل في الإيمان فإنه لا تضره المعصية، لا تضر، فضلا عن أنه يكفر بها لا تضر. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل، بل تضر المعصية، المؤمن تضره معاصيه وإن كانت لا تخرجه من الملة لكنها تضر، قد يعذب بها في النار. فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة إن تابوا منها تاب الله عليهم، وإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدرها، ثم يخرجون من النار بإيمانهم.
وقد يبقون في النار مدة طويلة لكن يخرجون منها بإذن الله، إما بشفاعة الشافعين وإما بانتهاء عذابهم وإما برحمة الله، فمآلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمرتكب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بها ثم يدخله الجنة. أما قول المرجئة أنها لا تضره هذا باطل، أنها تضره، قد يعذب بها في النار، قد تضره المعصية، قد تصيبه مصائب في الدنيا، قد يعاقب، المعصية تضر وتنقص الإيمان فلا يتهاون بها، لكنها لا تصل إلى قول الخوارج أنه يكفر وأنه يخلد في النار، فكلا المذهبين باطل. ومذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط، وسط بين المذهبين الباطلين، حق بين ضلالتين. فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا بإنفاذ الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعيد وبنصوص الوعد، فقالوا هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يكفر بذلك. لكن قوله لا يكفر بذنب، فيه ذنوب يكفر بها، مثل ترك الصلاة، مثل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة هذا دون الشرك، لكنه يكفر به بدليل الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة يكفر به وإن كان دون الشرك دون الكفر، لكن يكفر به حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني من المسلمين الموحدين، أهل القبلة يعني الذين يستقبلون الكعبة، هذا خاص بالمسلمين، القبلة الكعبة قبلة المسلمين. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ومن وصول أهل السنة والجماعة أن الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنهم وإن ماتوا في الدنيا وانتهت حياتهم من الدنيا إلا أنهم أحياء في البرزخ، أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، لأنها حياة برزخية من أمور الآخرة من أمور الغيب، فنحن نؤمن بأنهم أحياء لكنها ليست كحياتهم على وجه الأرض، ولذلك تقسم أموالهم بعد قتلهم، تقسم أموالهم وتعتد نساؤهم عدة الوفاة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهم أحياء حياة برزخية.
والمراد الذين قتلوا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والقتال في سبيل الله له ضوابط، هم كل واحد يأخذ السلاح ويقتل ويفجر، لا، له ضوابط. لا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، تحت قيادة ولي أمر المسلمين، إما أن يباشر القيادة وإما أن يقيم بدله من يقود الجيش في سبيل الله. هذا هو الذي يكون مع المجاهدين في سبيل الله، لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولي الأمر، ويجاهد المسلمون معه برا كان أو فاجرا، ما دام أنه لم يكفر وأمر بالجهاد فإنه يطاع ويجاهد معه في سبيل الله. أما الفوضى وأما حمل السلاح وكل يحمل السلاح ويفجر ويقتل، هذا ليس في سبيل الله، هذا فساد، هذا إفساد في الأرض، وهذا فوضى، وليس، والإسلام لا يأذن بهذا ولا يسمح به لما يلزم عليه من سفك الدماء وضياع الحقوق وإتلاف الأموال. هذه فتنة، ما هي بجهاد، هذه فتنة والعياذ بالله. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم، فيه عذاب البرزخ، عذاب القبر كما سبق لكم، عذاب القبر أو نعيم القبر. المؤمن ينعم في قبره، يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها، ويفرش له من الجنة، ويمد له في قبره، يوسع له في قبره مد بصره إلى أن يبعثه الله يوم القيامة، ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة. لكن التنعيم ما هو للروح فقط، يكون للروح وللبدن، والبدن وإن تحلل وصار تراب فإنه يتنعم أو يعذب، يصله العذاب، فالعذاب يقع على الروح وعلى البدن في القبر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس على الروح فقط. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت وأن المؤمنين يفتن، والروح، الروح لها تعلق بالبدن حتى في القبر، لها تعلق بالبدن، تأتي إليه وتذهب، تأتي وتذهب إلى الميت، تتصل به وهو في قبره بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالروح لها تعلقات بالبدن، لها تعلق به وهو في بطن أمه، إذا نفخت فيه الروح يحيى
يتحرك ويتغذى وهو في بطن أمه، اتصال تتصل به الروح، ولا اتصال به بعد ولادته وهو على وجه الأرض، اتصال به بعد ولادته إلى أن يتوفى وهي متصلة به، ولها اتصال به في النوم، النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالنوم وفاة، تسمى الوفاة الصغرى، تتصل به روحه وهو نائم، تتصل به وهو نائم، لذلك يحس، يحس بما حوله، يستيقظ وتأتيه الرؤى وهو نائم، تتصل به في وهو نائم، ثم تنفصل منه بالموت، تنفصل منه بالوفاة، وتتصل به في القبر على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم تتصل به بعد البعث اتصالا لا ينفصل أبدا. إذا بعد البعث تتصل الروح بالبدن اتصالا كاملا لا انفصال بعده، إما في الجنة وإما في النار، فهذه اتصالات الروح بالبدن، والله على كل شيء قدير. نعم. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، ناعمة نعيما برزخيا، هذا في القبر. نعم. باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وكذلك الشقي والعياذ بالله تتصل به روحه في قبره ويعذب روحه وبدنه، ينالهما العذاب في القبر ويتألم. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي السؤال، يسأل الميت حينما يوضع في قبره ويسوى عليه التراب ويتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه، تعاد روحه في جسده، ثم يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويمد يوسع عليه في قبره مد بصره. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش في الدنيا على النفاق وعلى الريب والشك، فإنه يقول لا أدري، ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فحينئذ ينادي من مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويقال هذا منزلك إلى أن يبعثك الله، نسأل الله العافية. يؤمن أهل السنة والجماعة بهذا، تواترت الأحاديث فيها، تواترت الأحاديث في عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم، فهؤلاء ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله، ولا يعبؤون بالنصوص، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم القبر، لم يخالف في هذا إلا المعتزلة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت قال للحاضرين: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أيقفون على قبره ويستغفرون له ويطلبون له المغفرة ويطلبون له التثبيت. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا من المستحبات، الوقوف على القبر بعد الدفن، قبر المسلم، الدعاء له. ولهذا قال الله لنبيه في شأن المنافقين: ولا تقم على قبره مات أبدا، ولا تقم على قبره مات أبدا. فنهاه أن يقف على قبر المنافق، يعني لا يقف يدعو له بالتثبيت والسؤال والمغفرة. نعم نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الآية في هذا، في عذاب، في سؤال القبر، يثبته الله فيجيب بالجواب الصحيح، والمنافق يضله الله فلا يستطيع أن يجيب. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. نعم، ويؤمنون، يؤمن أهل السنة والجماعة بالحفظة الكرام الكاتبين، وهم ملائكة، ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، يكتبونها خيرها وشرها، لأن الملائكة أصناف. الملائكة أولا خلقهم الله من نور، خلقهم من نور، ولهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهم ذو أجنحة يطيرون يصعدون وينزلون، أقدرهم الله على ذلك. ونحن لا نراهم على صورهم، قد يأتون في صور آدميين لأننا لا نطيق رؤيتهم على صورهم، فيأتون على صور رجال لئلا نفزع من رؤيته. وهم أصناف، والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث. وهم أصناف، منهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم يكتبها، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحصون أعمال بني آدم خيرها وشرها، ويدونونه في صحائف بأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الكرام الكاتبون، كرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون أعمال بني آدم، هذه مهمتهم. وهؤلاء يتعاقبون في الليل والنهار مع بني آدم، فيه ملائكة يلازمون العبد في النهار يكتبون ما يصدر منه، وملائكة يكتبون عمل العبد في الليل. في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا، ويأتي ملائكة النهار. في صلاة العصر
يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويأتي ملائكة الليل، وهكذا دائما وابدا. تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هؤلاء هم الحفظ. ولهذا صلاة الفجر تطول فيها القراءة، قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا محظور، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر. هذا صنف من الملائكة. وصنف موكلون بحفظ ابن آدم، بحفظ ابن آدم، يحفظونه أن يصيبه شيء، أن يعتدي عليه أحد، يحفظونه من أمر الله، يحفظون العبد إلى أن يأتي قدر الله، ثم يتخلون عنه فينفذ فيه ما أراده الله سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فلذلك العبد قد يدخل في مخاطر وفي أرض هوام وسباع وأرض ثعابين ولا يصيبه شيء، لأن معه ملائكة يحفظونه بأمر الله عز وجل، يحفظونه. هؤلاء الذين المعقبات، يسمون المعقبات، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح، ورئيسهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أعوان من الملائكة على قبض الروح وسياق الروح من الجسد، ثم إذا اجتمعت أخذها ملك الموت فقبضها. هؤلاء حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومن الملائكة من هو موكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى، فهذه نفخة البعث، ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام. ومنهم من هو موكل بالقطر، المطر، وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام. فهم لهم أعمال. ومنهم من هو ينفذ أوامر الله في السماوات وفي الأرض، ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمر بالأمر فإن الملائكة تنزل به إلى حيث شاء الله عز وجل تنفذه في الكون. فهم ملائكة، كل فريق منهم له عمل خاص موكل به. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك. ليس معنى كتابة أعمال بني آدم أن الله لا يعلمها، بل الله يعلمها سبحانه، وإنما كتابتها لحفظها، لئلا ليقابل بها العبد يوم القيامة، يقال: هذا عملك، هذه صحيفك، اقرأ كتابه. الله لا يعذب على العلم أنه يعلم كذا فيعذب عليه، لا، إنما يعذب على وقوع الشيء
من الإنسان على وقوعه، إذا وقع الملائكة تكتبه وتثبته في صحيفة، هذه الصحيفة تدفع إلى العبد يوم القيامة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تدفع إليه صحيفته، إن كان من أهل الخير يأخذها بيمينه، وإن كان من أهل الشر يأخذها بشماله والعياذ بالله، فيلقى عمله ولا ينكر منه شيئا، وإلا فالله يعلم سبحانه، لكنه لا يعذب الناس على مجرد أنه يعلم ما يفعلون، حتى يفعلوا هذا الشيء في الواقع والمشاهد، فهو يعذبهم على أعمالهم أو يكرمهم على أعمالهم. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فما الجمع بين الآيات؟ الجمع أن تقول الموت له ملائكة ولهم رئيس وهو ملك الموت، فالملائكة تجمع روحه من جسده وملك الموت يقبضها إذا اجتمعت. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. بإذن ربه سبحانه وتعالى، إذا شاء الله أن العبد يموت أرسل إليه ملك الموت في أجله المحدد لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن خير القرون أي الأجيال، أجيال الأمة، خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فليس بصحابي، مثل التابعين ومن جاء بعدهم، ومن لقيه ولم يؤمن به فليس بصحابي. ولذلك الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه أبو جهل وأبو لهب وليسوا صحابة لأنهم لم يؤمنوا به وإن لقوه ورأوه. وكذلك يشترط أن يستمر على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد عن الإسلام فإنه لا يكون صحابيا، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به سواء طال اجتماعه ولقاه أو قصر، ويكون مؤمنا به عند لقائه به يكون مؤمنا به، وأن يستمر على الإيمان حتى الوفاة، هذا هو الصحابي، وهم خير القرون لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم تابعون وأتباع التابعين، قرون المفضلة، هؤلاء هم خيار الأمة المحمدية، وأفضلهم من بعد الذين يتبعونهم، الذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وأن خير القرون
القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. الذين رأوه وآمنوا به، ما يكفي أنهم رأوه، لا بد أن يكونوا حال الرؤية مؤمنين به. نعم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون الصحابة في الفضل وهم تابعون، القرن الثاني، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. الصحابة يتفاضلون مع فضلهم، مع فضلهم الذي انفردوا به عن الأمة، اختصوا به عن الأمة، الفضل لهم جميعا، فضل الصحبة لهم جميعا، ولكنهم يتفاضلون فيما بينهم. فأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وهم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم. نعم. وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. نعم. أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، أسامة، لا، سعيد بن زيد بن الخطاب، نعم، ابن عم عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد، سعد وسعيد، سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن ابن عوف، والخلفاء الأربعة. هؤلاء كم؟ نعم، أبو عبيدة بن الجراح، نعم، نسينا، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشرة، هم العشرة المشهود لهم بالجنة، فيهم الخلفاء الراشدون. ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، وفي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، كل هؤلاء صحابة، كلهم صحابة، لكن يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة الثناء على صحابة رسول الله، وأن لا يذكر أحد منهم إلا بأحسن الذكر رضي الله عنهم، لأن الله مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم، فلا يذكر أحد منهم من الصحابة إلا بأحسن الذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. نعم. والإمساك عما شجر بينهم. نعم، الإمساك عما شجر، الاختلاف الذي حصل، هذه فتنة، هذه فتنة تقع بإذن الله، تقع عليهم وعلى غيرهم، الفتن تقع وقعت على الصحابة وتقع على من جاء بعدهم، لكن الصحابة الله جل وعلا أعطاهم من الفضل ما لم تؤثر فيهم الفتنة التي حصلت. والفتنة إذا جاءت
الناس إما من يمسك عنها ولا يدخل فيها، وإما أن يدخل فيها باجتهاد منه لإطفائها، أو لأنه يرى أن أحد الطائفتين أنها مخطئة ويريد أن يدفع الفتنة، واجتهاد منهم. نعم، فلا يدخل فيما بينهم، قال والله حصل بينهم خلاف وتقاتلوا وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يذكر ولا أن يقال. نعم. والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. نعم، هم الغير معصومين، هم غير معصومين بالنسبة لأفرادهم، أما جملة الصحابة فهم معصومون، إجماعهم معصوم، لكن أفرادهم قد يقع منهم مخالفات، قد يقع منهم ذنوب، لكنها لا تحصل منهم الكبائر، وأيضا يتوبون إلى الله، أي إذا لم يتوبوا تكفر عنهم سيئاتهم بفضل صحبتهم، بفضل أعمالهم الجليلة تكفر عنهم سيئاتهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية له كلام جميل في هذا، يقول ما روي عنهم يعني مما فيه نقص، إما أن يكون مكذوبا عليهم، وهذا كثير أنه يكذب، والتاريخ فيه كذب كثير، إنما أنه مكذوب عليهم، والصحيح منهم هم فيه معذورون، الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور، ولهم من الفضل ما يكفر الله به ما يحصل من بعضهم من المخالفات، فضلهم وفضائلهم. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يغفر لهم بسابقتهم وبإيمانهم وأعمالهم الجليلة. نعم. والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، لا يجوز للإنسان أنه يشتغل بالصحابة وصار فلان وقال فلان، ما يجوز، يقفل هذا الباب نهائيا، احتراما لهم، ولأنهم لهم من الفضائل ولهم من الأعمال الجليلة ما يكفر الله به ما يحصل من بعضهم، إن ثبت هذا، إن ثبت هذا، مع أن أكثره مكذوب. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. نعم، من وصول أهل السنة والجماعة طاعة لولاة أمور المسلمين، هذا نقف عنده إلى الدرس القادم إن شاء الله، وبالمناسبة يتوقف الدرس إلى ما بعد الاختبارات، ثم نستأنف إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بما يخرج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة؟ يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، إذا خالف أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، صار يتكلم في الصحابة ويطعن فيهم، صار يكفر أهل الكبائر التي دون الشرك، يصير من الخوارج، صار يقتل المسلمين، لأن صفة الخوارج أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه، أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ولذلك ما تجدون الخوارج على مر التاريخ أنهم قاتلوا الكفار، وإنما يقاتلون المسلمين والعياذ بالله، لأنهم خرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك المرجئة خرجوا من مذهب أهل السنة والجماعة، تهاونوا بالذنوب وسهلوها على الناس، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كيف إيمان ولا يضر معه معصية؟ المعصية تضر، أنتم تسمونها معصية والمعصية تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المصر على الكبيرة
يعد كافرا، فالذي يقول إن الربا حرام ولكن لن أتركه أنه كافر، هل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا باطل. إذا لم يستحل الربا ووقع فيه عن شهوة للمال أو عن هذا، فاعل لكبيرة ومتوعد بالوعيد الشديد، لكنه ليس بكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة هل يكون خاصا بكفر الاعتقاد فقط، أم يدخل فيه الكفر العملي فيكون فيه أو منه كفر أكبر يخرج من الملة؟ الكفر العملي لا يخرج من الملة، هو كفر أصغر. الكفر العملي كفر أصغر، إنما الذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي بأنواعه، يدخل فيه كل أنواع الردة، كل أسباب الردة تدخل في الكفر الاعتقادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المعتزلة في صاحب الكبيرة، هل هناك فرق بينهم وبين الخوارج في هذه المسألة؟ إيه، في بينهم فرق. الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويخلد في النار، كفرونه. المعتزلة يقول لا، حنا ما نكفره، حنا نقول ليس بمؤمن ولا بكافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو كافر ومخلد في النار كما تقول الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البهائية بدعهم بدع مكفرة؟ بلا شك، البهائية هم اللي يزعمون أن الله حال في العباد، حال في العبد، تعالى الله عما يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرون أن الله يحل في بعض عباده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والحلولية الذين يرون أن الله في كل مكان وليس في السماء ولا مستويا على العرش، وإنما هو في كل مكان، هؤلاء يقال لهم الحلولية، لأنهم يقولون أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صحبة تارك الصلاة سواء كان أخا لي أو أبا أو صديقا بعد مناصحتهم؟ لا يجوز مصاحبته، إذا أصر على ترك الصلاة فلا تصاحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل هجري لهم إذا كان أبا مثلا يدخل في عدم رفع الأعمال إلى الله؟ لا، هذا بحق، هذا هجر بحق، لما يمنع هو الهجر بغير حق، أما هذا هجر بحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي شركة في البناء والترميم، هذا السائل من فرنسا، يقول عندي شركة للبناء والترميم، هل يجوز لي أن أقوم بترميم الكنيسة؟ لا، لا تشارك في ترميم الكنيسة ولا تبني الكنيسة ما دمت أنك مسلم، فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لدينا بعض الصوفية المتعصبة وبعيدون عن مجالس العلم، فلا يعرفون التوحيد والسنة بل يقعون في الشركيات والبدع، وهؤلاء يحضرون أماكن العزاء ولا يمكن لنا مقابلتهم إلا في هذا المكان، سؤاله هل يمكننا أن نبين لهم التوحيد والسنة في هذا المكان، مكان العزاء، للضرورة هذه، علما بأن بعضا منهم قد عرفوا الحق واهتدوا إليه في هذا المكان؟ أولا، العزاء ليس له مكان ولا اجتماع، والعزاء ما يحتاج إلى مكان واجتماع وتعطيل أعمال، العزاء كلمات ودعوات تقال للمصاب، حسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، في أي مكان، المسجد، في المتجر، في السوق، في اتصال بالهاتف، مشافهة، هذا العزاء. وأما الصوفية إذا سنحت لك الفرصة
في العزاء وفي غيرها، العزاء اللي تقول هذا أو في غيره، سنحت لك الفرصة فادعو إلى الله وبين، وأنت على خير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أفضل من كتب عن الروح؟ وهل صحيح أن كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله كان قد كتبه في أول أمره وهو على طريقة الصوفية؟ نعم، يقولون هذا من باب الاعتذار له رحمه الله، والكتاب فيه فوائد عظيمة وفيه أشياء فيها نظر توقف، لكن فيه فوائد عظيمة ومباحث عظيمة قد حقق الآن وطبع طباعة جيدة، فيستفاد منه مما فيه من المباحث الطيبة ويترك ما فيه من الإشكالات. وأما أنه متى ألفه الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عيسى هو كان صوفيا؟ صحيح، هو اعترف بهذا واعترف بالأغلاط، يقول: يا قومي جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضلي من ليس تجزيه يدي ولساني، إمام أتى من أهل حران، فيا أهلا بذاك العالم الرباني، فلم تفلت يداه يدي حتى أراني مطلع الإيمان. فهو اعترف بهذا بالنونية. نعم، كان في الأول عنده تصوف، عنده أمور فيها نظر، فلما اتصل بهذا الحبر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية انتفع به وعرف الحق وأنتج من العلم الشيء الغزير والتحقيق رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عيسى عليه الصلاة والسلام حيا حياة برزخية أم حياة عادية؟ عيسى عليه السلام ما مات، رفعه الله إليه وهو حي، وينزل في آخر الزمان ثم يموت في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان بعد نزوله. أما قوله جل وعلا: إني متوفيك، فالمراد بالوفاة هنا ليست وفاة الموت، إنما هي وفاة القبض، يعني قبضه الله ورفعه إليه سبحانه وتعالى وهو حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابني عمره 26 عاما، ولم ابني يقول عمره 26 عاما ولم يصلي الأوقات المفروضة، قد نصحته لأكثر من مرة ليحافظ عليها ولكنه لم يستمع إلي، يقول: ماذا أصنع معه حتى لا يكون علي ذنب؟ إذا كان يستقل بنفسه ويعيش فاطرده لا يبقى عندك، أما إذا كان ما يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يعيش فاصبر عليه وأنفق عليه، ولا تزال تأمره بالصلاة، تلزمه بالصلاة، يعينك الله إن شاء الله ويهديه الله، يفتح الله على قلبه، لا تيأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تارك الصلاة هل يقتل كفرا أو حدا؟ فلو كفرا ردة، ترك الصلاة ردة، يقتل كفرا، حد الردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم أن الأدلة قد تواترت في إثبات الميزان والشفاعة وعذاب القبر ونعيمه، فما حكم من كذب بذلك بعد علمه به؟ إذا كذب به بعد علمه به وهو متواتر يكفر بهذا، يكفر بهذا لأنه ليس له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستحلال للمعاصي هل يكفر من فعل ذلك؟ وهل المعاصي تختلف بالنسبة للاستحلال؟ الاستحلال ما أجمع على تحريمه، انتبهوا، ما أجمع على تحريمه من استحله كفر، أما ما وقع فيه خلاف لا، ما يكفر من استحله، لكن يكون مخطئا وينبه ويبين له أن هذا القول أنه خطأ وأن الدليل كذا وكذا، يبين له هذا،
لكن لا يكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الملكان منكر ونكير عليهما السلام عملهما واحد أم لكل منهما عمل خاص به؟ كما قال الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، اللي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حقا ما يقوله بعض طلبة العلم أن مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم نشهد لهم بالجنة؟ نعم، الصحابة نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول ما ضابط القرن، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ القرن هم الجيل، الجيل الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، هؤلاء هم القرن. فإذا انقرضوا فاللي يأتون بعدهم القرن الثاني وهم التابعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صح أن خازن الجنة اسمه رضوان وأن مالكا خازن للنار؟ نعم، هذا في القرآن: يا مالك، فقالوا: يا مالك اقضي، ادعو لنا ليقضي، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، سماه الله مالكا، هذا خازن النار. وأما ملك الجنة فهذا ثبت في السنة أنه رضوان. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ثبت أن هناك من الملائكة من ليس لهم عمل سوى العبادة؟ نعم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، منهم ناس للعبادة دائما وابدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك علم وسماه، يقول علم يدعي صاحبه بأنه يستطيع معرفة شخصية الفرد من خلال خطه بالقلم على الورقة واكتشاف الأمراض التي يعاني منها الشخص إذا نظر إلى خطه، يقول: هل يصدق من يدعي هذا العلم لأنهم قد بدأوا بالانتشار وادعائه على الشاشات؟ هذا كله من الأراجيف ومن الكذب، هذا كله من الأراجيف ومن الكذب. لا يعرف الشخص إلا من خلال أعماله، من خلال أعماله وتعامله مع الناس يعرف، ما مجرد الخط هذا لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الملائكة تعلم ما في صدر الإنسان من أعمال الخير والشر، وهل يكتب عليه ما نواه؟ تعلم ما أطلعها الله عليه، تعلم الملائكة ما أطلعهم الله عليه. والنية، نعم النية، الله جل وعلا يقول لملائكته: من هم بحسنة ثم عملها فاكتبوها 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها اكتبوها له 1 حسنة، ومن هم بسيئة إن عملها اكتبوها 1 سيئة، وإن تركها خوفا من الله اكتبوها 1 حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن ملك السيئات ينتظر 6 ساعات قبل أن يكتب السيئة، فإن لم يستغفر العبد كتبها 1 سيئة؟ والله لا أعلم هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن ضابط الجهاد الشرعي في سبيل الله، وهل يشترط في جهاد الدفع أن يكون تحت راية؟ كله لابد تحت راية، بدون راية لا ينضبط ويصير فوضى، لابد من راية الجهاد في سبيل الله، لابد من هذا الدفع والطلب، لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر يضبط الجهاد ويضبط الناس، يمنع الفوضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذين
يكفرون الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه ويقولون نحب الصحابة كلهم إلا أبا سفيان ومعاوية، هل هؤلاء يعدون أسأل الله العافية. نحن نحب الصحابة كلهم، ومعاوية رضي الله عنه ذنبه عند هؤلاء أن الله جمع به المسلمين بعد الفتنة، وسمي عام ولاية عام الجماعة، وساس المسلمين سياسة حكيمة، فهو خير ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا من ناحية عمله، وأما من ناحية فضله فهو صحابي جليل، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا معه وجاهد معه، ومن كتاب الوحي، وهو أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام يعد صحابيا؟ لا، يشترط حال الرؤيا أن يكون مؤمنا به، فإن تأخر الإسلام حتى مات الرسول إنه يكون تابعيا، يكون من التابعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقيه ثم ارتد عن الإسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام تاب من ردته، فهل يعد صحابيا؟ والله هذا فيه خلاف، منهم من يقول تبطل صحبته ولو تاب، ومنهم من يقول لا ترجع إليه الصحبة، وهذا مبني على من تاب، هي من تاب إلى الله عز وجل هل ترد عليه أعماله التي كان يعملها قبل الردة أو لا ترد، على قولين، منهم من يرى أنها ترد كالإمام الشافعي، وذلك بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فرتب حبوط الأعمال على أمرين، الردة والموت عليها، دل على أنه إذا لم يمت عليها أنه ترد إليه أعماله، وهذا فيما فهمت من الشيخ بن باز أنه يرجح هذا، ويستدل بحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن هل هن في الأفضلية بعد العشرة المبشرين بالجنة وقبل أهل بدر؟ أمهات المؤمنين لهن فضل، أمهات المؤمنين فضل خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرد السؤال على الملكين في قبره وأنه هو الذي يسأل؟ ما سمعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم يستلزم الانتقاص من المفضول؟ هل التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم يستلزم الانتقاص من المفضول؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز ينتقص المفضول من الصحابة، لا ينتقص لأنه صحابي فلا يجوز انتقاصه، لكن الله يفضل بعض الناس على بعض، الرسل يفضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل معنى هذا إن المفضول ناقص من الرسل؟ لا، ولكن هذه درجات يجعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إحدى قريباتي اسمها آية، فهل يجب تغيير هذا الاسم وهل يعد يعني محرم؟ آية كونية، ما هي آية قرآنية، آية كونية، والآيات على قسمين، آيات كونية وآيات قرآنية، فلعله يقصد أنها آية يعني أنها مخلوقات الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أنا أمشي في حياتي على هوايا وعلى الشرع، إلا أن كانوا من الشيعة يقولون الآيات، أئمتهم يسمونهم آيات، آية الله العظمى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
من يقول أنا أمشي في حياتي وفي أموري على الهوى وعلى الشرع. من يقول أنا أمشي وأسير في حياتي على الهوى وعلى الشرع فلا على هواه. والشيء الثاني والشرع وعلى الشريعة. الشريعة نعم. فلا أعتمد في أمور الحياة على الشرع فقط. يقول ما حكم قوله هذا؟ لا يجوز له أن يقول الكلام هذا. يقول أنا أمشي على الشريعة، إذا حصل منه هوى يتوب منه، لا يقول الكلام هذا. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك أحد الدعاة قد لبس على كثير من العامة وبالأخص الشباب بأن الإعفاء الوارد في اللحية مخير فيه المسلم على أي درجة ما لم يصل حد الحلق. قد حصل بفتواه فتنة كبيرة وتأثر بها كثير من الشباب، وما زالت فتواه بصوته يتناقلها الكثير. يقول ما الرد على هذه الفتوى؟ هذه فتوى فاسدة وهي صادرة عن هوى والعياذ بالله. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة كلها تحث على إعفاء اللحية. أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. كل هذه أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما. وأما حديث الأخذ من اللحية من طولها وعرضها فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام لأهل العلم لا يثبت ولا يستدل به في جانب الأحاديث الصحيحة. فعلى هذا أنه يبين، يتوب إلى الله ويبين الصحيح ولا يغر الناس بهذه الفتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يدعو إلى الثورات والمظاهرات ويقول إنها تختلف من بلد إلى بلد، هل يجب التحذير ممن يدعو إلى هذا؟ نعم. الثورات ما فيها خير في كل البلدان. الثورات ما فيها إلا سفك الدماء وتخريب الديار وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض. لا تجوز الثورات. المشروع الجهاد، الجهاد في سبيل الله بشروطه، جهاد الصحيح الشرعي، هذا هو المشروع. أما الثورات والفوضى هذه كلها شر ولا تأتي بخير وليس لها نتيجة ولا ثمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز كفالة اليتيم عن نية الميت، إهداء ثواب ذلك إلى الميت؟ نعم. هل يجوز كفالة اليتيم ثم إهداء الثواب إلى الميت؟ لا بس، هذا من الأعمال الصالحة والصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه مبتلى بخروج الريح خاصة عند الوضوء. يقول لا أكاد أستطيع إكمال الوضوء إلا وقد خرجت الريح، هل أكمل الوضوء مع هذا الأمر أم كيف أصنع وكيف أصلي؟ هذا على أحد حالين، إما أنه وسواس فلا يلتفت إليه، تسلط عليه الشيطان عند الوضوء
يعني يظهر له أنه خرج منه ريح لأجل يشوش عليه، لا يلتفت إليه، يمضي في وضوءه ويصلي والحمد لله. أما إذا تأكد أنه يخرج منه ريح، تأكد يقينا سمع صوتا أو شم ريحا، الرسول أعطانا علامة نمشي عليها، إذا وجد علامة من الريح أو من الصوت، صوت الحدث، فإنه يتوضأ. وإن كان هذا دائم معه، دائم مع يروح، هو هذا حدثه دائم، يتوضأ عند الصلاة، عند ما يريد الصلاة يتوضأ ويصلي ولو خرج منه ريح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي ما ورد في الحديث أن الشؤم في ثلاثة مع ما ورد من النهي عن الشؤم. نعم، بينهم فرق. الشؤم في ثلاثة هذه خلقت كذا، فيها شرط، خلقت شريرة، الإنسان يتجنب الأشياء الشريرة. وأما التشاؤم هذا اعتقاد في النفس، هذا اعتقاد من الإنسان ومن الشيطان، يتجنب هذا، بدل التشاؤم يتفاءل. فعل الفعل طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، لأنه الفعل حسن ظن بالله عز وجل، وأما التشاؤم فهو سوء ظن بالله عز وجل، يتجنب التشاؤم ويلزم التفاؤل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يمنع ابنته من السفر إلى زوجها في الخارج في أمريكا، وحجته أن الأبناء سينشؤون نشأة غربية في بلاد كافرة، ولكن زوجها يريد أن تذهب، يقول: هل يجوز له أن يستقدمها إليه ولو كانت عاصية لأبيها؟ أعيد السؤال. يقول: حفظك الله، رجل يمنع ابنته من السفر إلى زوجها في أمريكا في بلاد الكفر، وحجته أن الأبناء سينشؤون نشأة غربية في بلاد كافرة، ولكن زوجها يريد أن تأتي إليه، هل يجوز له أن يستقدمها إليه ولو كانت عاصية لأبيها؟ أولا، الزوج هذا إقامته في أمريكا لأي شيء، إذا كانت لدراسة ولا لشيء عارض ثم يأتي، أو لعلاج، فلا يمنعها أبوها، بل ذهابها معه أحسن، لأجل أن تعفه ولأجل أن تصونه. وهو إذا كان الزوج مستقيما فسيمنع أولادها ويمنع الزوجه ويحفظهما ويحفظ الجميع حتى يرجع. أما إذا كان الزوج مقيما في بلاد الكفر، مقيم في بلاد الكفر، هذا لا يجوز، هو لا يجوز له يقيم في بلاد الكفر ويسكنها، ولا يجوز للزوجة أن تذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إعطاء دروس خصوصية للطلاب الذين يحتاجون إليها مقابل مال متفق عليه؟ نعم، إذا كان هذا ما يتعارض مع النظام فلا بأس، لا بأس، إذا كان ما يتعارض مع النظام والدولة ما تمنع من هذا فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في منزلنا صحن فضائي يعرض المسلسلات والأغاني، وقد نصحت أهلي عدة مرات لكن لم يستجيبوا لي، وفي إحدى الأيام كنت أصلي وقد رفعوا صوتا منكرا صوت الأغاني، فلما انتهيت قلت: والله لأكسرنه، حلفت مرتين. يقول: هل آثم على حلفي هذا لأن هذا الدش يعصى الله به، أم أتركه ولا أكسره مراعاة لمشاعر والدتي؟ والدك هذه والعياذ بالله هذه تحب الشر، كيف ترضى بالأغاني، ترضى بالأصوات الخبيثة، ترضى بهذا؟ أنت تنكر منكر، هذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، حتى لو ما حلف، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فلا بد من إنكار المنكر.
والوالدة اللي تحب الشر هذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها، ولكن عليك بنصيحتهم ومسايرتهم بالموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن حتى يهديهم الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون الرقية للأبناء والتعويذ لهم؟ هل تكون مرة في اليوم أم في الصباح والمساء؟ الصباح والمساء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي قطعة أرض حلت عليها الزكاة، ويوجد لدي أخ يرغب في الزواج وقدرته المادية ضعيفة، هل يجوز لي أن أعطي أخي زكاة هذه الأرض علما بأنني لا أرثه؟ لأنني لا أرثه، يقول، لأن الوالد والوالدة أحياء. أي نعم، إذا كان فقيرا ولا يحتاج يستطيع الزواج إلا بمساعدة ساعده من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاستغفار للصحابة رضوان الله عليهم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما تقرون الآية؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، استغفر لهم زيادة خير لهم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ اللي يتخذها شعار ويعتقد فيها أنها مشروعة وأن فيها بركة لا يجوز، هذا فعل الصوفية. أما اللي يأخذها بدون اعتقاد فيها وأن ولا يعتقد فيها فضيلة وإنما يتخذها للعد فقط هذه لا بأس بها. صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة في وقت الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا هذا التفصيل، هذا التفصيل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في هذه الأيام جوارب قصيرة لا تغطي الكعبين، يقول: فهل لها نفس حكم المسح على الجوربين؟ لا، ما تستر الرجلين سترا كاملا، تستر الكعبين وما تحتهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قراءة كتب تحتوي على شبه وقد رد عليها أهل العلم، ولكن أقرأ هذه الكتب قبل أن أقرأ الرد عليها؟ لا، ما يصلح تقرأها مجردة، لازم تقرأ الرد عليها، تقرأ الرد عليها، وإلا إذا قرأتها مجردة ربما تستقر في ذهنك تظنها أنها حق. نعم. وإن تجنبتها نهائيا فهو أحسن لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء بالنسبة للطلاب؟ لا بد من الوضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد من الوضوء، يؤمر الطلاب بالوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ هل هي صلاة العصر أم المقصود الصلاة المعتدلة؟ لا، الوسطى صلاة العصر على الصحيح. شغالون في الحديث، شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا يوم الأحزاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. يقول: هل يجوز أن أقول سامحتك لوجه الله أو عطيتك هذا لوجه الله؟ نعم، يسأل الجنة ويسأل ما يوصل إلى الجنة، ويسأل ما يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة، وإعطاؤه لوجه الله هذا من الأعمال الصالحة. نعم.